السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو النهاردة اخر مراحل دهان الجدران. هتجيب اللون اللي هتشتغل بيه. تمام، الجالون ده يا شباب ربع لمعة من شركة جوتن. اللون اللي هتشتغل بيه، تمام، اي لون هتشتغل بيه هتشتغل بنفس الطريقة اللي هشتغل بيه. تمام، اول وش هندهنه بنبدأ نخف بس البوية بتاعتنا تقريبا كده 30% من نسبة البوية. تمام، بنضيف عليها بس 30%، وبالنسبة للوش التاني بنضيف بس 15% من المية، ونبدأ نخلطهم مع بعض بنفس الطريقة. بعد ما انتهينا بنجيب فرشة اللي هنحرر بيها بقى حوالين الافياش، حوالين الابواب، حوالين الوزر زي ما هو واضح معاك كده. طبعا انت مهم وضروري جدا الافياش تبدأ تغطيها بالتب او الشكرتون، علشان طبعا تحافظ على الافياش اللي عندك وما يجيش عليها بوهي. تمام، لو اول مرة بقى بتشوف فيديوهاتي، فدي قناة شريف ناصر، قناة متخصصة في تقديم فيديوهات تعليمية في مجال اعمال الدهانات للاساس الخشبي ودهان الجدران. ففضلا وليس امرا اشترك معنا في القناة وادعم الفيديو بلايك، وشارك الفيديو مع غيرك علشان يستفاد. تمام، بعد طبعا ما حررنا حوالين الافياش برضك بنبدأ نحرر حوالين الابواب زي ما واضح معاك. تمام، لان المناطق دي يا شباب الرولة ما بتوصلش ليها وهتكون مبينة معاك، فالافضل انك تجيب فرشة 2 سنتي او 3 سنتي، ويفضل انها تكون جديدة، وتبدأ تحرر حوالين الاماكن اللي الرولة مش هتوصل ليها. تمام، بنفس الطريقة جبنا حوالين الافياش وبنبدأ نجيب حوالين الابواب. بالنسبة للوزر بقى يا شباب، الوزر ده فوم ما هو السيراميك، عشان ما حدش يقول انت بتدهن وزر سيراميك، لا ده فوم. الاول بنديله وشين بلاستيك مطفي، وبعدين بنبدأ ندهن منه اللون اللي هنشتغل بيه. تمام، وبالنسبة بقى حوالين الكرانيش من فوق بنبدأ نحرر بس كده ايه باللون بتاعنا، علشان ما نطلعش على الجبس اللي احنا دهناه. طبعا هو اللون واحد بس مختلف معانا في السقف مطفي والحوائط ربع لمع. تمام، بنفس الطريقة تبدأ تمشي الفرشة كده بس براحتك. لو انت مش هتقدر انك تحرر بنفس الطريقة، هتجيب تب وتلزقه على الكورنيشة اللي انت مش عايز يوصل لها بوهية، وتمشي بقى براحتك كده، بس المهم انك تشيل التب بتاعك على طول عشان ما يشيلش معاك بوهية. تمام، بنجيب بقى البوهية بتاعتنا اللي بنشتغل بيها ونبدأ نرول بنفس الطريقة كده. بنبدأ اهم حاجة نبدأ من على اليمين وبراحتنا زي ما واضح معاك. انا مش مستعجل ولا مقدم ولا مسرع في الفيديو علشان تستفاد، فما تبخلش علينا بقى بلايك للفيديو وشارك الفيديو مع غيرك علشان يستفاد. تمام، بنفس الطريقة. وبرضك لو انت اول مرة بتشوف فيديوهاتي وعايز تشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها من التأسيس لغاية ما بقى وصلنا لمراحل التشطيب، الفيديوهات دي هسيبها لك في قسم طلاء الجدران، في كل ما يخص دهان الحوائط من البداية لغاية ما وصلنا للمرحلة دي. تمام، وطبعا قبل ما تبدأ في مرحلة التشطيب بنجيب طبعا صنفرة 320. انا كل ده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ونبدأ نمشي الرولة زي ما واضح معاك كده. بنبدأ نمشيها بس على الوش، مبنسقطش الرولة كلها تحت. تمام، ونبدأ نرول بنفس الطريقة جنب بعض، ونرجع اللي احنا عملناه في الاول ونبدأ ننشف عليه من تاني. تمام، بنفس الطريقة برضك قبل مرحلة التشطيب ده بنجيب صنفرة 320 او 220، ونبدأ ننعم الحوائط كلها. تمام، وبرضك لو فايت اي معجون عايز تشيك عليه اماكن بسيطة بسيطة، بتديلها معجون وتصنفرة وتشطب الفينش بتاعك. تمام، زي ما واضح معاك كده بنبدأ نمس بقى واحدة جنب واحدة، واللي بندهنه في الاول بنرجع عليه تاني، بنبدأ ننشف عليه مرة تانية بنفس الطريقة. انا ببدأ اسرع الفيديو علشان ما اطولش عليكم في الشرح. تمام، بالنسبة للمرحلة دي يا شباب مهمة وضرورية جدا، يعني التخفيف لازم تخليه في اول وش 40 او 30%. تمام، ليه احنا بنعمل كده؟ علشان طبعا في الوش الاولاني ما يعملش معانا حباية والشغل بتاعنا يكون خشن، ف
فيفضل انك تخليه نسبة التخفيف من 30 لـ40% علشان ما تعملش معاك حباك. وبرضك في الفينش الوش التاني تخليه بس 15 أو 20%. تمام؟ احنا طبعا بندي وشين مش وش واحد، لان طبعا بعد ما ننتهي من الوش الاولين زي ما واضح معاك كده بيبدأ مخطط، بيبدأ فيه بقى ايه اماكن بيضة زي كده ما تقلقش منها. في الوش التاني كل ده هيستر معانا حوالين الافياش زي ما انت شايف كده، مبين معانا ابيض، وبين كل وش ووش بنتركه تقريبا كده حوالي ساعة، بس ساعة او ساعة ونص. اهم حاجة بعد ما تنتهي من الوش الاولاني هتبص عليه من الجنب كده، لو لسه فيه لمعة، لو لسه الجدار لامع معاك هتصبر عليه شوية تمام، وتبدأ ترول الوش التاني. وطبعا الرولة اللي هتشتغل بيها ما تشتغلش بيها وهي جافة كده، لازم تبلها مية وتمسحها في الجدار اللي هتشتغل فيه تمام، تنفض المية اللي فيها وتبدأ ترول بيها. ما ينفعش انك تجيبها وتشتغل بيها على طول كده، مش هتشرب معاك بوية بسرعة. فالافضل انك تبلها مية وتنفضها في الجدار، تتسقط المية اللي كلها فيها وتبدأ ترول بها زي ما واضح معاك تمام. بنفس الطريقة يعني الموضوع سهل وبسيط. ولو عندك برضك اي استفسار حط لنا استفسارك في التعليق. وبالنسبة للباب ده يا شباب احنا برضك عملنا له فيديو، لو عايز تشوف الباب ده، ده دوكو فرن لامع، احنا شرحنا الخطوات من البداية للنهاية برضك. فلو انت عايز تشوف الفيديو ده هسيبه لك في شاشة النهاية، دهان الدوكو الفرن اللامع، برضك الشرح من البداية للنهاية تمام. وبرضك لما تيجي تمس لازم تمس على الجدار كويس، يعني تبدأ تنشف عليه مرة واثنين وثلاثة بحيث ان هو برضك ما يعملش معاك حباية، ويكون الجدار معاك سلس وناعم في الفينش تمام. اتمنى تكون تستفادوا من فيديوهاتي، واتمنى يكون فيديو النهاردة بسيط وسهل واستفدت منه. وما تنساش بقى تدعم الفيديو بلايك وشارك الفيديو مع غيرك علشان يستفاد. وبالنسبة لأي مراحل دهناها في الأول بالفرشة حوالين الأبواب طبعا وحوالين الأفياش، بنرجع عليها بردك وش تاني علشان تستر معانا، ما ينفعش بردك نسيبها على وش واحد تمام. بنبدأ نرجع عليها وش تاني ونرجع الشغل وش تاني، لو عايز وش تالت بنرد عليه وش تالت مفيش مشكلة. طبعا ده الشكل النهائي للشغل بتاعنا بعد ما انتهينا وشلنا حوالين الافياش التب وحوالين الابواب وشيكنا على شغلنا. طبعا ده الفينش والشغل النهائي. اتمنى تكون استفدت من فيديو النهاردة، ما تبخلش علينا بلايك واشتراك. وفي الختام اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.